العسكرية تجمع ناس واجد، تجمع جميع الفئات، فيها الصاحي وفيها المجنون وفيها الينظر العيون الينظر ما تطير طيوره طراها. خلنا نقف عند الينظر، هذا واحد ينظر وممكن يسوي لك اي مشكلة، عنده عين قوية وحتى يقدر يوقفك عن مشاويرك. والضابط ما يعرفه، قدم له إجازة على الضابط، ضابط شديد. المهم عنده ظروف، اللي ينظر هذا عنده ظروف، وقدم قدم معروضة على الضابط، جاء قال ما فيه إجازة لك. قال أنا عندي ظروف وعندي، قال ما فيه إجازة ولا تسمح النسبة. ويقوم الضابط ويطلع، قال اوريك انا خل النسبه اللي تعرفها. والله لا اخليك، ان كنت فلان لا اخليك توصل بيتك. يقول بعد طلع متعود ما تسمع النسبه وظروفي تنفخ علي بعد. المهم يوم انتهى الدوام اعطاها اعطاها اياه، والضابط ما يدري. يوم انتهى الدوام المهم قفلوا المكاتب، والضابط يطلع ساكن في حاره النسويلم في الطائف الضابط. وعانه لي وصل الإشارة حقت ابن سويلم، جاه بلا اللفة. ثم عود مدرب أنا أدخل من بوابة الكتيبة. ثم وقف عند مكتب معاين في المكتب تذيه معاين في الأظهر. المهم طلع، أخذ 10 دقائق وطلع. وليا وصل الإشارة ابن سويلم، عود. المهم البوابة شكت وقالوا فيه ضابط يطلع من اليوم يعود واحد من الأمن. الضابط هذا ما مضبوط، شكوا في وضعه. هم يجوني يا موقف عندنا مكتب، قال يا ولد انت لك 3 مرات تروح من الكتيبه وتجي، مشكله يا حضره الضابط؟ انت 3 مرات تروح وتجي، وضعك غريب. وش المشكله عندك؟ قال يا ريجي، قال انا اروح من عندكم ابا بيتي، ولي وصلت حاره بن سويلم جاني بلا لفني ما عاد ادري وش انا فيه، ورجعت. قال وبلغوا قائد الكتيبه، قال خلاص لا يروح الضابط هذا، يحسبون عنده هو يعرف هذا النعيم. لا حق في واحد في البوابه يعرف الرفيد هذا اللي في سريته عيون، بس ما ادري قابله ولا يا مخا شوي. ويروح اللي في البوابه يروح للضابط الحالة، قال اليوم ابى اسالك سؤال، اليوم فلان قابلك؟ فلان الفلاني؟ قال لي قابلني. قال وش عندك؟ قال يا بالإجازة وعييت عنها. قال عييت؟ قال ايه. قبلاك من فلان، ليتك والله اعطيته اجازته. ما سلم. ولا تلوم حارة ابن، ليتك والله اعطيته اجازته. والله ما اشوفك تردد من حارة ابن سويلم لهنية 3 مرات. الرجال ينظر واعطاك عين قوية. ما انا خلنا ندق على الرجال. وهي يدق على فلان، قال تجينا في المكتب في العمل الحين، هذاك عرفها. قال والله ما تشوفكم عيني. قال يا ولد الرجال عندنا زبيت روح ناله. قال والله ما تشوفكم عيني غير الصبح. خلى الرجال النسبة ما تسمع عندي يجي. انا ولد المهم يجيها الصبح ولهم عارضة، اصلا ما عندي يا اختك. قلت لك يا فلان ابغاك تبخ علي. قال اجازتي، قال اجازتك الحين اوقعها الحين. ويوم وقعها قال بس لا تعودها، قال انت اللي لا تعودها، انت اللي قدمت اجازه لا تقول ما تسمح النسبه تعطيني اجازه. قال بك عليك حرام ما عاد اردك داعي. لا تعيدها، ما بعدين تقول لي النسبه ما تسمح. ثم والله اخليك تعلق بدلتك بنجومها على اشاره من سويلم وتمشي ما تدري وين رايح. وهذاك يروح ما له حيله.